طيب نختم كلامنا في الموضوع بتاع الترانسفورمرز دي، في ايه هي المواقع اللي انت ممكن ترجع لها عشان تتعرف اكتر على الترانسفورمرز وتعرف اكتر عن المودلز الجديدة، او اللي هي بيسموها اللارج لانجوج مودلز، زي مثلا المودلز بتاعت الجي بي تي، زي الموديل بتاعت البيرت والعائلة بتاعتها بقى اللي احنا اتكلمنا عنها، الديستل بيرت والروبرتا والالبرتا والاكسل نت وكل العظمة دي. المودلز دي الاقيها فين؟ يعني الحاجات دي الاقيها فين واعرف عنها اكتر معلومات ازاي؟ وبرضه اشوف كودي من ناحيه الكودينج هي بتتعمل ازاي. كل ده هتلاقيه في المواقع العظيمه ده. ويمكن اهم واحد فيهم يا اخوانا الموقع اللي احنا حتى هنتكلمكم النهارده ازاي تكوده من خلال المودلز الموجوده عليه، موقع هاجينج فيس. موقع هاجينج فيس اتكلمنا عنه قبل كده ودينا بريف، بس حاليا لا، هو موضوع، هو الموضوع بتاع الترانسفورمرز. الهاجينج فيس يا اخوانا اللي هي الايموجي الصغيره دي اللي هي بتاعت السوشيال ميديا، هاجينج فيس اللي هو زي الحضن يعني، هو ده واحد من يعني الكوميونيتيز الكبيره جدا في مجال الذكاء الاصطناعي. والموضوع هنا لطيف شويه ان هو بيديك مجموعه كبيره من المودلز اللي انت ممكن تتعامل معاها ريجاردنج التاسك نفسها. يعني انا مثلا لو انا بدور على حاجه مهتم، انا مثلا بحاجه بالناتشورال لانجوج بروسيسنج ريجاردنج التكست جنريشن، انا ممكن ادخل اقول له هات لي المودلز بتاع التكست جنريشن، تروح تلاقيه منزل لك كل المودلز بالاحدث طبعا ما شاء الله، وبالترندنج موديل زي ما هو عامل كده اهو، مثلا لسه حتى الجيم اهو بتاع جوجل نازل ومكسر الدنيا، ومايكروسوفت الفاي 2 برضه مشهور اليومين دول عامل شغل كويس، منزل لك كل المودلز اللي موجوده عندك. انت لو في موديل معين انت بتدور عليه اصلا بعيد عن الكلام ده كله، انت ممكن تسيرش عليه. يعني مثلا ممكن اسيرش على، يعني انا مثلا ممكن اسيرش على الموديل مثلا بتاع جي بي تي 2 مثلا، ده واحد من المودلز بتاعت الاوبن اي اي كوميونتي، وبالمناسبه يعني هتلاقيه فعلا ده الموديل الرئيسي، وده بيسموه الموديل كارد، يعني ده الكارت بتاع الموديل الرئيسي اللي تقدر تعرف منه على الموديل وتعرف استخداماته وتعرف بريف عنه وتشوف البيبر الرئيسيه اللي هو اتعمل عليها، كل الكلام اللطيف ده تقدر ترجع له. حتى الكودينج يعني بيوريك سامبل كود تقدر من خلالها تفهم الموديل شغال ازاي، فحاجه عظيمه جدا يعني. موقع هاجينج فيس يعتبر هو الهب الاساسي لينا في شغلنا في التعامل مع الجينيريتيف مودلز واللارج لانجوج مودلز والعظمه دي كلها. كذلك هو مش بس كده، ده بيوريك كمان داتا سيتس اللي انت ممكن تشتغل عليها، الداتا سيتس، والداتا سيتس دي بنش مارك يعني بالمناسبه بكره وبعد انت ممكن تستخدمها في الشغل بتاعك. في عندنا برضو لو انت ناس عملت ابلكيشنز قبل كده وعاوز تبص على الابلكيشنز بتاعتهم، بالمناسبه عندهم اي بي اي لطيف جدا اسمه جريديو، يمكن كلمنا حضراتكم عنه قبل كده. جريديو ده برضو ابلكيشن، عفوا مكتبه بتقدر من خلالها انت تبني ابلكيشنز وبتبني انترفيس صغير وكلام زي كده وتطلع ابلكيشن، دي كلها ابلكيشنز اتبنت يوزنج الجريديو اي بي اي بتاع هاجينج فيس، ومعمول لها هوستنج على الملفات بتاعتها. ده بصراحه موقع لطيف جدا وزي الفل. كان زمان عندنا موقع بتاع تنسور فلو برضو كان عندهم مجموعه من المودلز، حاليا هم رفعوها على كاجل، طبعا انتوا عارفين كاجل ان كاجل تابع لجوجل، فكل المودلز برضو ريجاردنج التاسك، انت بتدور على تاسك معينه تقدر بسهوله تسيرش، مثلا انا بدور على حاجه ريجاردنج الايمج كلاسيفيكيشن، فيروح مطلع لك كل المودلز بتاعت الايمج كلاسيفيكيشن، وكل موديل برضو هيقول لك تفاصيل عنه وكلام زي كده، فالموضوع برضو لطيف شويه. باي تورش، لو فيكو حد بيشتغل باي تورش مش بيشتغل تنسر فلو، هيدخل برضو على الباي تورش هاب هيلاقي برضو مجموعه من التريندنج مودلز اللي موجوده اللي ممكن تكون برضو هو ممكن يشتغل عليها، هنا مثلا جينيريتيف موديل او اوديو موديل او حاجات في الان ال بي، كل ده حضرتك تقدر تشوفه وتتعامل معاه. خلاص كده، ده بالنسبه للموضوع ده. حاجه اخيره برضو، لو حد فيكم مهتم بان هو يفهم اكتر عن ترانسفورمرز، انا انصحكم فعلا بالتو ارتكلز دول، يعني من احلى وانظف الناس اللي شرحوا الموضوع بتاع الترانسفورم. يعني انا حتى حضرت المحاضره بتاعتي من الارتكل دي، لان هي حتى صور لو اخذتوا بالكم هتلاقوها هي هي نفسها، ففعلا الناس دول يعني منظمين الموضوع بشكل كويس جدا وبيشرحوه بالتفصيل، وانا بشرحه في الكورس بتاع الـ NLP من هذه الارتكلز عشان برضو نفهمكم اكتر عن الموضوع بتاع الترانسفورمرز. فانصحكم برضو بالارتكل اللطيفه دي لان هي كلها مدعمه بالصور، ذا الستريت ترانسفورمر والستريت جايد تو ترانسفورمر، وهسيب لكم برضو الروابط الخاصه بيه. حاليا احنا بقى عاوزين نكود الموضوع بتاع الترانسفورمرز ده ونشوف الدنيا فيه. تعالوا نتوكل على الله ونفتح كده نوت بوك ونشوف ايه اللي احنا ممكن نعمل. اللي قدام حضراتكم ده زي كيس ستادي صغيره كده بنوري حضراتكم انها ازاي تقدروا تعملوا العمليات الطبيعيه بتاعت ال NLP يوزنج ترانسفورم. احنا هنا هنستخدم الترانسفورمرز اللي هي موجوده جوه هاجينج فيس. هاجينج فيس عندها مكتبه عظيمه اسمها ترانسفورمرز، طبعا
انت لو المكتبه دي مش موجوده، هي موجوده على جوجل كولاب، لكن هي مش موجوده حضرتك هتحتاج طبعا تحملها بيب انستول، وبعد ما تعمل بيب انستول تعمل ترانسفورمر. وانس ان انت عملت هذا الامر العظيم خلاص مبروك عليك، انت كده الترانسفورمرز كمكتبه متحمله عندك، هتبدا بقى تسحب منها الشغل بتاعك. واحنا هنا كاتبين سيمبل كود، يعني كود بسيط جدا فما فيهوش صعوبه خالص. طبعا الموضوع بعدين ما بيبقاش بالسهوله اللي انا عاملها دي، لكن احنا بنحاول نسهل على حضراتكم. فانا هنا بقول له ايه، لو انا عاوز اشتغل على حاجه ريجاردنج سنتمنت اناليسيس، فبعمل الاتي، بقول له فروم ترانسفورمرز امبورت بايب لاين. بايب لاين دي الفانكشن اللي هنبني منها بكره وبعده الاوبجكت اللي هنديله بكره وبعده التاسك اللي انت عاوز تشتغل عليه. فهنا نزلت تحت قلت له ايه، في البايب لاين انا عاوز حضرتك تشتغل على التاسك بتاعت السنتمنت اناليسيس بس من غير اي حاجه. وثم فيما بعد بعمل اوبجكت من هذا من هذا الكلاس، وانزل تحت اديله الجمله اللي انا عاوز اشتغل عليها. فهنا مثلا بالحاله بتاعتي انا بقول له انا عاوز اعمل سنتمنت اناليس للجمله اللي بتقول I have been waiting for this job all my whole life، يعني انا كنت منتظر هذه الوظيفه طيله حياتي. لما اجي اشغل الكود ده كده مع بعض، لو جينا شغلناه تاني هتلاقيه، هتلاقيه اقول لك ان انت خد لبالك انت هنا ما حددتش موديل معين تشتغل عليه. فهيقول لحضرتك الموديل اللي احنا افترضناه هو الديفولت موديل هو كذا، وهيديك اللينك بتاع الموديل. لما تدخل على اللينك ده هتلاقيه موجود فين؟ هتلاقيه موجود على الموقع بتاع ترانسفورمرز، hugging يعني انا face. هاجنج فيس. يعني مثلا في الحاله بتاعتي هنا بيقول لي احنا استخدمنا الموديل اللي هو اسمه ديستل بيرد بيز ان كيزد فاين تيود اس اس 2 انجلش. طبعا الكلمه الطويله دي ليها ترجمه، ديستل بيرد ده هو الموديل الرئيسي، بيز يعني الموديل الاساسي يعني من غير اي تعديلات، ان كيزد يعني انا مش مهم عندي اذا كان كابيتال سمول كلام زي كده، فاين تيود يعني معموله فاين تيون وهكذا، انجلش انا شغال على اللغه اللي هي بالانجلش. طبعا لو انا عاوز اعرف اكتر عن الموديل انا جاست بس بدخل على الموديل ده واشتغل عليه وابدا ابص اشوف الكارد بتاعته واشوف اذا كان في كود او غيره، بفهم من خلاله ايه الدنيا ماشيه ازاي. طبعا الديست البيرت هو واحد من العيله بتاعت البيرت، والبيرت احنا هي انكودر اونلي مودلز او اوتو انكودنج مودلز بتستخدم بالاساس في الشغل بتاع السنتمنت اناليسيس. الاوتبوت بيقول لك خد بالك انت سالتني الجمله دي اذا كانت نيجاتيف ولا بوزيتيف او نيوترال او غيره، فانا هقول لك لا الجمله دي بوزيتيف والريزلتس او السكور بتاعها 99%، يعني بنسبه 99% الجمله دي بوزيتيف، وهي فعلا بوزيتيف. يعني انا بقول لك صح، انا كنت مستني الوظيفه دي طول حياتي، معنى كده ان انا ايه، انا مبسوط جدا وانا مبسوط. فرحان خالص بهذه الوظيفه. طيب بالنسبه لموضوع التكست جنريشن نفس الكلام برضه اخوانا، لو انا جيت شغلت كده كنت بقول له فروم ترانسفورمرز امبورت بايب لاين، اقول له بعد كده بايب لاين وبدي له التاسك الاساسيه اللي انا عاوز اعملها، والمره دي هحدد له الموديل اللي انا عاوز اشتغل عليه. يعني انا هنا المره دي اقول له ايه، اعمل تكست جنريشن يوجنج الجي بي تي 2 موديل. الجي بي تي 2 موديل، الجي بي تي اخوانا اختصار كلمه جنريتيف بري تريند ترانسفورمرز، و2 اللي هي الفيرجن 2. طبعا احنا حاليا شغالين على جي بي تي 4 بس هو جوه ترانسفورمرز اخر نسخه انا اشتغلت عليها اللي هي جي بي تي 2. المهم بعمل منه اوبجكت وبدي له الجمله بتاعتي اللي هي ان ذيس كورس وي ويل تيتش يو هاو تو، وسبته. بقول له يعني كمل اعمل بقى تكست جنريشن. والعظمه بقى والجمال هتكتشفه هنا ان هو الموديل بتاعنا بقى هيبدا يجنريت تكست يكمل لك الكلام اللي انت بتقوله. يعني انا هنا بقول له في الكورس ده هنتعلم كذا، طب تنزل تحت تلاقيه بيقول لك ايه، في الكورس ده بص كده اهو، ان ذيس كورس وي ويل تيتش يو هاو تو بيلد مالتي ليفل ويب ابلكيشن. يعني انا ما جبتلوش سيره الموضوع ده بس هو خلاص بيجنريت اني نيو تكست. ودي الجمال يا اخوانا بتاع الموديل بتاع الجي بي تي، وخلى الناس كتيره بتحبه ليه؟ لان هو جنريتيف موديل، هو موديل بيقدر من خلاله نقدر نعمل جنريشن فور نيو داتا زي في الحاله بتاعتنا هنا، ان هو عمل ايه؟ جنريشن نيو تكست بالكامل، كمل لك الجمله بتاعتك اهو، حاجه عظيمه جدا. يعني بقول لك ايه؟ هتتعلم الويب ابلكيشن وده موضوع مهم جدا في بناء الابلكيشنز الجديده، وهنعلمك ازاي تعمل ده ثرو الويب ابلكيشن، حاجه عظيمه جدا والله يعني ما شاء الله. تمام؟ نفس الكلام هو يا باشمهندس، ده ما انا اسفل المقاطعه، هو ده ديكودر اونلي اللي هو اه الشات هو ده الجي بي ديكودر تي، اول، الجي بي تي هو ديكودر اول تمام، لانه جينيريتيف موديل وشغال ترانسفورمرز اه صح؟ شغال ترانسفورمرز، هو مبني برضو على نفس الموديل بتاعنا اللي هو ديكودر انكودر ديكودر موديل، بس هو ديكودر اونلي بيهمل الجانب بتاع الانكودر، وتشرحها بالتفصيل دي لما ندخل في الموضوع بتاع الان اف بي. تمام تمام، تمام الان اي ار اللي هي النيمد انتيتي ريكوجنيشن، واحده من التاسكات برضو بتاعتنا في الترانسفورمر او في الان ال بي بشكل عام. وهنا انا بقول له ايه، مثلا بقول له انا اسمي مصطفى وانا بشتغل في شركه رقميه وانا عايش في اسيوط، فانا عاوز يقول لي مصطفى ده اسم بني ادم ورقميه دي اسم شركه واسيوط دي اسم مدينه. تخيل الكلام الجميل ده نقدر نعمله ازاي، لو انا شغلت الكود بتاعي فروم ترانسفورمرز امبورت باي باين
واديت له جاست بس الايه التاسك بتاعت اللي هي ان اي ار اللي هي نيمد انتيتي ريكوجنيشن، ثم فيما بعد بقول له لو سمحت اشتغل عليه. طبعا هو هنا هيقول لي انا شغال على بيرت موديل، البيرت موديل اللي انا شغال عليه اللي هو لارج كيسد فاين تيوند ومطلع. طب ليه كيسد بالمناسبه؟ لان تفرج ايجيبت اللي هي حرف الاي بتاعها كابيتال من ايجيبت اللي هي حرف الاي بتاعها اسمه ايجيبت اللي هي حرف كابيتال، ده يدل على اسم كانتري، لكن ايجيبت ده ممكن يكون اسم واحده او مثلا عفوا يعني اسم اي حاجه، يعني مش لازم يكون اسم شخص او اسم مدينه، بس احنا نقصد ان لازم يكون الموديل بتاعي هنا كيس. طب انا عاوز اتعرف اكتر عن الموديل، اروح داخل عليه هنا، هو للاسف الشخص اللي عامل الموديل ده مش عامل له موديل كارد، يعني مش شارح الموديل بالتفاصيل بتاعته. خلاص نرجع تاني، هلاقي هو طلع لي هنا بالفعل اهو، هيقول لي دي تبع الجروب بتاع البيرسون اللي هو الشخص يعني، والشخص ده هو مصطفى، والكلمه دي بتبدا من الاندكس رقم كذا وتنتهي عند اندكس رقم كذا. رقميه برضو نفس الوضع اهو، ادي كلمه رقميه دي تبع اورجانيزيشن، وكلمه اسيوط دي تبع لوكيشن. يعني بصراحه حاجه عظيمه جدا وحاجه فوق الرائع. طبعا انا اقدر احدد الموديل بتاعي بنفس الكيفيه، ان انا ادخل له كلمه موديل زي ما حضراتكم جايبين، واحدد الموديل بتاعي باسمه. اخر موضوع عندي او اخر تاسك عندي في ال NLP اقدر انفذها يوزنج ترانسفورمر، التاسك اللي هي بتاعت كويشننج اند انسر، ودي جميله جدا. ليه؟ انت بتحدد له السؤال وبتدي له الكونتكست بتاع الموضوع بتاعك وهو هيجاوبك على هذا السؤال. يعني مثلا انا في الحاله بتاعتي هنا بقول له وير دو اي ورك، انا بشتغل فين؟ وراح بقول له انا اسمي مصطفى وانا بشتغل في رقميه وعايش في اسيوط. حلو جدا. فلو قلت له انا بشتغل فين، هو لوحده هيعرف ان الرقميه دي عباره عن شركه وهيقول لك انت شغال في شركه رقميه. لو شغلنا الكلام ده تاني كده هيقول لك برضو انا استخدمت الديفولت موديل اللي عندي هنا اللي هو الديستل بيرت، لانه في الاخر هي مساله كلاسيفيكيشن ليس اكثر، فمساله كلاسيفيكيشن محتاجه انكودر اونلي موديلز. ثم فيما بعد بيقول لك طلعت لك الريزلتس بتاعتي بالمنظر ده، ان الانسر بتاعتك هي رقميه. وبالمناسبه الحاجات اللطيفه، انت ممكن تكون مش محتاج الدوشه دي كلها، يعني انا مش محتاج ده كله، يعني انا عاوز اسم المكان اللي شغال فيه صاحبنا بس. ده هو دي اصلا ده يا اخوانا ايه ده ديكشنري لو انتوا شاطرين. طب ما هو ديكشنري، ما انا اشتغل بالكي، يبقى انا لو دخلت له الكي بتاعت انسر بس وقلت له لو سمحت وريني الناتج شكله ايه وشغلت، يقول لي يا عم الناتج اللي حضرتك منتظره مني هو كلمه رقميه بس، هو ده الاوتبوت اللي حضرتك وانت منتظره من الدوشه دي كلها. طبعا الكلام ده كله اللي هو عشان تبقى حضراتكم عارفين دي ورنينج مسج ليس اكثر يعني، لكن الاجابه بتاعتك هي كلمه رقم. يعني كده الحمد لله خدنا فكره سريعه عن موضوع ترانسفورمرز يوزنج هاجنج فيس مودلز، وطبعا هي دي اسهلهم بالمناسبه، لان الموضوع فيه شويه تعقيدات تاني لو انتم حابين تعملوه مثلا بالمودلز بتاعت كاجل او بالمودلز بتاعت باي تورش او غيره. في مودلز كتيره اقدر اسحبها واشتغل عليها. انا اصلا ممكن اعمل ثرو بقى الاوبن اي اي، اخد اي بي اي من الاوبن اي اي وابدا انتجريت الابلكيشنز بتاعتي مع شات جي بي تي ومع المودلز الجديده زي جي بي تي 3.5 او مثلا جي بي تي 4 او غيره. تمام، كل ده نقدر نعمله ثرو الاي بي اي بتاع اوبن اي اي مثلا. بس ده الفكره بتاعت الموضوع بتاع الترانسفورمرز، ولو في حد عنده سؤال تاني انا تحت.